الحيطة والأستاذة والصديقة والأخت شيماء تتصفيقتكم جميعا. شيماء إدبي رئيسة مركز تيناس للتنمية والأعمال الاجتماعية، اليوم في هذا الحفل اللي كنتواجدوا فيه مجموعين دايرين مشروع ديال كسوة العيد، لهذا الحفل هذا الريع ديالو غيمشي لكسوة العيد بالنسبة للأيتام والأطفال المتخلى عنهم وحتى الأطفال الصغار المصابون بمرض السرطان، باش أننا نفرحوهم نهار العيد إن شاء الله. وكنشكر جميع الناس اللي تعاونوا معنا في هذه الفكرة هذه، لأنها كانت في الأول فكرة ورطينا مشروع، وكنشكر الحضور حتى هما اللي تعاونوا معنا وجاو وضحاو بوقتهم وضحاو بأعمالهم وبالصلاة كما عارفين لهذو العشر الأواخر. كنشكر جميع الناس اللي تعاونوا معنا وخلاو هذه الفكرة أنها تصبح مشروع وتحقق وتبان يعني كما كتشوفوها دابا. وكنشكر الناس اللي متواجدين معنا دابا ومضحاو بوقتهم وبزاف ديال الحوايج باش أنهم يفرحوا هاد الأيتام وتقوا فينا وجاو عندنا، فشكرا للجميع وشكرا لكاع الناس اللي ساهموا في هذا. السلام عليكم، الاسم ديالي فاطمة أقديد، مشرفة على جمعية وان هاند وان هارت، بمعنى يد واحدة قلب واحد، وفي نفس الوقت مشرفة على النشاط اللي دار اليوم الفائدة ولا على شرف الأطفال اليتامى. وهذا الحفل او عرس خيري دار يعني باش نجمعوا من المساهمات ديال كسوة العيد للأطفال اليتامى، وكما قال الرسول صلى الله عليه واله وسلم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. والحمد لله توفقنا بجهد الله سبحانه وتعالى والمحسنين توفقنا، والحمد لله كما كتشوفوها احنا غاديين مزيان، اللهم لك الحمد ولك الشكر. وهاد المبادره تفتح ليها الناس مزيان ولله الحمد، والله يوفقنا ويوفق الجميع ان شاء الله الرحمن الرحيم. شويه يا عاودي عليها وحده تكيت عليها شويه. حجرة يوكي دابا عطيني الإجابة، من بنى مدينة مراكش الحمراء؟ السلام عليكم، معكم الحسين المد المشرف على هذه الأمسية الرمضانية اللي دارتها مركز تيناس بالتنسيق مع المجموعة الفيسبوكية يد واحد قلب واحد. الحمد لله كيف ما كتشوفوا كيبان التجانس، ولحد الآن قدرنا اننا نوصلوا لواحد 95% من الهدف ديال النشاط اللي هو كان جمع التبرعات باش اننا نديروا لبسه العيد اللي كيفما اختاروا الاخوان انهم يسميوها تيمسيه العيد. والهدف الثاني اللي كان واحد النسبه من هذا الحفل غادي تعطى للمرضى السرطان، اللي كان هذا هو الهدف ديال اللي كيخدم عليه المركز ديال تيناس. ولحد الان كيفما قلت لكم النشاط غادي في امان الله. ممثلة، أنا فرحانة اللي أنا حاضرة اليوم مع جمعية تيناس للمرة الثانية اللي هما كنعتبروهم العائلة ديالي، وفرحانة بزاف لأن كيديروا تظاهرات خيرية اللي حنا خصنا نكونوا نوقفوا بجنبنا ونوقفوا وقفة رجل واحد كيف ما كنقولوا، ونتعاونوا ونتضامنوا للخير لأن الخير كيبغيه الله، وحنا كفنانين خصنا نكونوا واجب عنا الحضور لأن كنمثلوا المجتمع وكنمثلوا هاد الناس اللي هما محتاجين، حيت حتى حنا يقدر يجي واحد النهار كيف ما هما محتاجين ووقفنا معاهم غيجي واحد النهار حتى حنا نكونوا محتاجين لهم، واخا غير يعني الحضور ديالهم. فانا جد سعيده بالحضور ديالي مع جمعيه الناس للمره الثانيه، وفرحانه بالخير اللي كيديروا، وانا ديما غادي نكون حاضره معاهم في اي عمل وفي اي حفل غادي يكون كيدار. شكرا.